بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات ممثلو الشركاء الفنيين والماليين، السادة والسيدات أولياء أمور التلاميذ، أيها الجمع الكريم، يسرني أن أشارك جمعكم الكريم إطلاق فعاليات هذا الحفل المهيب بما يحمله من دلالات التضامن والتكفل بأطفالنا فلذات أكبادنا وتسخير وسائل دولتنا لتعليمهم وتأهيلهم وتوفير الفضاءات الحاضنة والآمنة لهم. وفي الحقيقة فإن الأطفال في وضعيات صعبة غير المتمدرسين والمتسربين من المدارس يمثلون إحدى أكثر شرائح المجتمع هشاشة، وهم بحاجة ماسة لتضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية التي يجب أن يستظل جميع الأطفال بظلها الوارف. وقد اتخذت منها الحكومة خياراً استراتيجياً لإصلاح النظام التعليمي، وقد مكنت جهود السلطات العمومية من دمج هؤلاء الأطفال في المدرسة الجمهورية، حيث تم تضافر جهود مختلف الفاعلين في مجال حماية ودمج الأطفال، مما مكن من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال السنة الدراسية الجارية في الولايات التي توجد بها فروع لمركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال. ونأمل أن يتواصل العمل بهذه الوتيرة حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم، وحتى يتواجد الأطفال حصراً في فضاءاتهم الآمنة، والتي هي فضاء العائلة، فضاء المدرسة، وفضاء اللعب. وتبذل في السياق ذاته جهود استثنائية في الولايات التي تضررت من ارتفاع مستوى منسوب النهر، والتي استفادت من هبة وطنية تضامنية نوعية ومن حملة دعم مقدرة أطلقتها السلطات العمومية لأهلنا في الضفة. أيتها السيدات والسادة، إن فئات الأطفال المستهدفة بحسب هشاشتها تتطلب أن تتم عملية دمجها باحترافية واستدامة، وهو ما يقتضي البحث في أسباب الانقطاع عن المدرسة وتحسين وضعية الأهالي وتنمية الوعي بأهمية التمدرس لديهم، مع مراعاة خصوصيتنا الثقافية والحضارية، وإلى جانب أهمية تحسين الإطار القانوني الناظم، يتوجب العمل على تصميم استراتيجيات وأنظمة حماية مجتمعية وطنية، والأخذ بالاعتبار لإشكاليات دمج الأطفال عند تعبئة الميزانيات، سيما بشكل لا نكتفي فيه بالتركيز على دمج الأطفال وضمان مشاركتهم فحسب، بل نتخطى ذلك لمرافقة الأسر والعمل على مساعدتهم على تجاوز مختلف الصعوبات التي تحول دون تمدرس أطفالهم. أيتها السيدات والسادة، لا يسعني بمناسبة إطلاق هذا الحفل إلا أن أشيد بجهود السلطات العمومية على اهتمامها المقدر بالحماية الاجتماعية تمكيناً للطفل وترقية لذوي الاحتياجات الخاصة، وحنواً على المغبونين والأسر المتعففة، وهو توجه أصيل وضعته السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية، وجسدته ميدانياً أطراً قانونية وبناً مؤسسية وعطاءً متواصلاً بما ينفع الناس ويمكث في الأرض. إن إطلاق السلطات العمومية لهذا الحفل الكبير يتقاطع مع اهتماماتنا بترقية الطفل، ويتناغم مع متطلبات تعميم تعليم وتأهيل الأطفال، ويستجيب للاحتياجات التربوية للأطفال والتطلعات اليومية لأسرهم. أيتها السيدات والسادة، في نهاية هذه الكلمة أجدد الشكر لوزارة العمل الاجتماعي في الطفولة والأسرة على تنظيم هذا الحفل، وأشد على أيدي الأمهات طالبة منهن مضاعفة الجهد والصبر على تعليم الأطفال، وأتقدم بالشكر لشركاء موريتانيا التنمويين والفنيين المجتمعين على مواكبة الأنشطة الحكومية
ذات الصلة بحماية ورعاية الطفولة بشكل خاص، ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي والمتسربين من المدرسة. وأعلن على بركة الله افتتاح هذا الحفل، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله.